نسخة الصين من موتورولا اتش اكس 30. المفروض ان هذا الجهاز اول معالج سناب دراجون جن 1 ينزل سنة 2022. نسخة الصين وصل لي مفتوح ترى، حاطين عليه جوجل بلاي المفروض يعني، فراح يكون واجهة صينية، صيني 100% بلغة انجليزية وواجهة انجليزية فقط وقراءة وكتابة عربية مع جوجل بلاي مرفق مركب خارجي. اتأكد لكم من طريقة التركيب الحين. مرفقات صندوق شاحن 68 واط تايب سي تو تايب سي كيبل وكفر ربل او غلاف ربل بس، يعني لاحظ معي نسخ الصين ما اهتمت بالبيئة وحطت شاحن عادي. ابي اعطيكم فكرة عن ارقام الشاحن بس مو قادر اجيب الزوم تبعها، فخلوني اصورها صورة بعدين اعلق. الشواحن بشكل سريع عندك ثلاث اماكن ستاندر فقط، اللي هي 3x5 15 واط، 15x3 45 واط، 9x3 27 واط. ال 68 هذا ما يعتبر ستاندر باور ديليفري، يعني لازم تشحنه بشاحنه هذا علشان تفصل على ال 68. شريحتين من الجهه السفليه تحت، بعدين تايب سي 3.1 مايك ومكبر صوت من الجهه السفليه، يعتبر جيد لحاملي الهاتف باليد اليمنى. جهاز بروم صيني ستوك، اعطاني تحديث حاليا 31%، الظاهر انه تحديث سكيورتي باتش مع بعض تطبيقات موتورولا. التحديث هذا رسمي، يعني اذا جاك تحديث معناها ان الجهاز صيني رسمي، اذا وقف التحديث معناها الجهاز معبوث فيه لا يقبل التحديث، معناها مغير الروم، معناها مفتوح البوت لودر، في مشكله. اذا اعطاك تحديث تمام، بشرط ان الروم يكون ستوك، لانه ممكن يعطيك تحديث على رومات مطورين مثلا. ايضا نسخه الصين لا تحتوي على الواجهه العربيه، يعني تحتوي على كيبورد قراءة وكتابة عربي نعم، لكن ما في واجهة عربية. نسخة الصين تعتمد على تطبيقات صينية مثل الهاتف والأسماء والرسائل والتقويم وغيرها، كلها تطبيقات موتورولا الصينية. النسخة العالمية تكون بتطبيقات جوجل الرسمية مع تواجد واجهة عربية بأكثر من لغة وأكثر من طريقة للعرض، ومثلا شاومي بعض أجهزتهم أو أوبو أو، لكن هذا مو جهاز ملفت غير المعالج ترى. صباحكم الله بالخير، بإذن الله خلال الأيام القريبة القادمة يومين ثلاثة راح أكون متواجد في جدة إن شاء الله لمشاهدة الأحباب والأصحاب. بس بكلمكم حاليا عن تجربة موتو إكس 30 اللي الحين أستخدمه اللي قاعد أصور منه، تجربة سريعة فكرت هل أكتب فيه، طبعا راح أكتب فيه أنا تقرير لكن بسيط، بصراحة الجهاز ما في شيء ملفت لكن راح أبين لك الجوانب الحين بشكل سريع. المميزات بالتأكيد معالج جن 1 من سناب دراجون كوالكوم سناب دراجون جن 1. المعالج هذا راح يحكم مجموعه من الامور، منها المودم، منها الذاكره الداخليه، سرعه الرام. يعني اذا لقيت هذا المعالج اكيد انه راح يكون فلاج شيب، وممكن الشركه توفر باماكن اخرى، فميزه رقم واحد انه بمعالج جن 1. اسم الجهاز راح يكون موتورولا وليس موتو، لان لينوفو قررت انها خلاص راح ترجع اسم موتورولا وليس موتو. لينوفو اشترت موتورولا ب 2.9 مليار من جوجل بعد ما جوجل امتصت براءه الاختراع ب 13 مليار تقريبا. فحذفت القطاع الهاردوير على لينوفو، بعدين تحسفت ما لقيت قطاع هاردوير عشان اجهزة بيكسل، هذا موضوع ثاني راح اتكلم فيه. بس الفكرة بان الجهاز خلاص اذا لقيت اسمه موتو خطأ، هو اسمه موتورولا ايدج اكس 30 تمام، اللي هو التالي. مميزات واضحة على الجهاز، بطارية ممتازة ممتازة، خصوصا ان انا جاي من بيكسل واللي قام يصرف بعد تحديث 3.07 في صرف عالي على الروم هذا، يعني عالجوا اماكن واخطأوا اماكن. فبطارية الجهاز ملفتة 5000، شاحن الجهاز 68 واط ملفت، يعني بمجرد ما تقوم من النوم تحطه على الشحن تاخذ دش تطلع تلقاه واصل 80 او اكثر، يعني مسافة ال 20 دقيقة اكثر شوية الجهاز يعبي لك ثلثين اعلى ثلاث ارباع البطارية، وهذا امر ممتاز. يعني هذا من الاجهزة اللي خطأ تحطه على الشحن وتنام مثل باقي الاجهزة اللي هو خطأ تلقائي. الحين راح نفتح جبهة جديدة ما لها داعي، خطأ انك تحطه وتنام، فالجهاز تاخذ دش اوكي. الامر الثاني الملفت في الجهاز الشبكات اللي 2G 3G 4G 5G VoLTE واي فاي كولينج، كل شيء موجود على الجهاز، يعني الجهاز ما يعاني من اي ثغره او ما في مشكله بالشبكات، بالاضافه الى ان شبكاته التقاطها اعلى من ون بلس واعلى من بيكسل في الاماكن اللي انا جربتها الاماكن المغلقه، فالتقاط الشبكه فيه يعطي ممتاز وملفت في الجهاز.
ايضا التقاط الميكروفون عالي في الجهاز، يعني لما اصور على سناب من الاجهزه اللي تلتقط المراوح عندي في اخر الغرفه وفي جانب الغرفه، انا عندي عدد كبير من المراوح اجهزه التعدين وغيرها، فيلتقط الصوت عندك اكيد انه واضح عندك الحين اكثر من الاجهزه الباقيه. هل هو مثلا التقاط عالي ام سوء بالعزل؟ ما ادري شلون تنحسب، ولكن هذا الجهاز لما اسجل فيه يعطي صوت عالي للمراوح، بينما الاجهزه الثانيه تعطي الصوت المباشر، صوتي المباشر يعني. الكاميرا الخلفيه لموتورولا اكس 30 كاميرا عاديه، بس بعض مرات تبهرني، يعني بعض مرات اذا الاضاءه ممتازه طقيت لقطه عزل او لقطه عاديه تكون اللقطه حلوه، بس مو قوه بيكسل بالتاكيد، بس انه ما يحرجك يعني حسب الاضاءه. شوف هو جهاز مزاجي بصراحه، يعني بعض مرات اقول انها زينه واعطيها شخص يصور يكتشف انها مو زينه. اذا كانت الاضاءه جيده والزاويه جيده يعطي صوره ممتازه، ف ما في بالنسبه لي ما في يعني وسطيه في شكل الصوره، في مزاجيه بالصوره بصراحه. النقل السلكي ممتاز على الجهاز، ايضا من الامور اللي اشوف ان جهاز بهذا الثمن ما يهمل يو اس بي 3.1 يعتبر جيد، يعني لما تروح حق ون بلس يو اس بي 2.0 بعدين يلا حدثوا 3.0 هذا 3.1، ف يعني جهاز بهالقيمه الماليه يقدم يو اس بي بهالسرعه اعتبره جيد، ولو انه متاخر على الهواتف، لكن راح احط السعر بعين الاعتبار. تطبيقات داخليه اعتبرها غير موجوده، انا عطلتها كلها اللي ما قدرت اعطل الساعه. وطبعا عنده تعطيل الجهاز، يعني الفكره بانك تقدر تبدل جوجل، شلون؟ تنزل هاتف جوجل ينزل عادي، بعدين تخليه اساسي، بعدين تقدر تعطل الهاتف القديم، ولما يوصلك اتصال راح يوصلك اتصال كهاتف جوجل، مو بعض الاجهزه اللي اجباري فيها الهاتف يعمل في الخلفيه وهو جوجل عباره عن واجهه، لا، راح يكون هاتفك الاساسي هاتف جوجل، اسماء جوجل، رسائل وغيره. ما يحتاج ان البايع يفتح الجهاز ويحط لك جوجل بلاي ويسوي نفسه ذكي، ترى الجهاز هذا عند الذهاب للسيتنج او حتى كتابه جوجل بلاي بالسيتنج راح يقول لك هل تبيني افعل لك خدمات جوجل في الخلفيه؟ تقول له نعم، راح تحتاج تطبيق واحد اي بي كي، ادخل اي بي كي مرور وحمل اخر تحديث لمتجر جوجل. طيب يقول لك هل تريد تسجيل؟ نعم نعم، صار عندك جوجل بلاي، انتهى. ما يحتاج اللفه مالت البياعين ولا فتح الجهاز ولا غيره. بالنسبة لجودة الشاشة، الشاشة ممتازة، لكن عند وضع الشاشة بجانب شاشات سامسونج كواد اتش دي يبين وياك الفرق، يعني عند الاستخدام العادي مع انها مليار لون، لا الكواد اتش دي واضح انه كواد اتش دي يعني، فالجهاز ممتاز، الوانه ممتازة، ما عندي مآخذ عليها، مستمتع بالتجربة، بس بجانب كواد لا. ما هي عيوب الجهاز؟ ان الجهاز بروم صيني، فما في واجهه عربيه للي يبيها، انا ما استخدم واجهه عربيه. فهذا من عيوب الجهاز، انك لازم تروض الجهاز، يعني تحط عليه خدمات جوجل وتشغلها بالخلفيه وتعطيها داتا وتخليها اساسيه وتعلق بعض التطبيقات وتعلق واتساب، يعني بعض الاماكن تحتاج شخص عنده خلفيه باندرويد علشان يروض النظام. ولكن بالنسبه لي انا قاعد ادور عيوب على الجهاز غير موضوع الروم نفسه، ماني لاقي شيء ممكن يخلي الجهاز فيه نقيصه أو مشكلة بصراحة. ممكن أقول لك أن الشريط العلوي ما هو ستاندر، الشريط العلوي عبارة عن سحب إجباري يا من اليمين يا من اليسار، اليسار يعطي إشعارات، اليمين يعطي الاختصار، موتورولا ونوكيا وأندرويد 1 وبيكسل، راح يعجبك الجهاز. إذا كنت من مستخدمين سامسونج وهواوي ما أتوقع أنه راح يكون الأجهزة المرشحة بالنسبة لك. ما أشوف أنه شيء جيد، يعني عطني الخيار بكيفي. نزلت كم تطبيق يحلون الأزمة، بس بعض مرات يطلع الشريط الأساسي بالخلفية، ف يمكن الشريط اعتبره عيب، ولو انه مو فارق معايا ايضا، لكن لازم اذكر لك اياه اوريك شكله. انا بصراحه من محبين اندرويد الستوك وابحث عنه دائما، وتجربه موتورولا هذا تعتبر من تجارب جوجل ستوك. يمكن الجهاز يكون ممل حق بعض الناس اللي يستخدمون استخدام عادي، راح تستخدم الجهاز بعد مدة تحس انه ممل لعدم تواجد حركات واختصارات تفيدك، فهو اقرب لمستخدمين جوجل خام. اذا كنت مستخدمين انا والله سعيد بالتجربة، خصوصا سعر الجهاز، يعني سعر الجهاز ما يخليني اسخط على اي شيء فيه، ولو في شيء سلبي واضح راح اقول لك اياه. جربت اغلب الاماكن عيوبها عادية، ما هي عيب تأشر عليه ويكون واضح بالنسبة لك. حتى التطبيقات اللي مو متزنة والتعليق ما مر علي بالجهاز. الجهاز أنا خففته جدا وحذفت كل التطبيقات الأساسية، واستخدم مع تطبيقات جوجل ستوك ونوفا لانشر، واستخدم عليه بعض الحركات، فأنا مثقل على الجهاز، مو راحمة
ما استخدمت فيه الرام بوستر، ما استخدمت الرام كذاكره داخليه، ترى قاعد استخدم الرام ستوك. الجهاز اداء عالي ومستقر، بس هل هذه تجربه ممكنه لاي واحد؟ ما ادري بصراحه. الحصيله النهائيه اعتذر عن الاطاله، جهاز بتجربه جيده، النواقص اللي فيه عاديه، ما اشوف انها شيء كارثي للجهاز. مناسب لمستخدمين اندرويد القدامى، مناسب لمحبي الستوك، وسعره ممتاز، وما عانيت من مشاكل ظاهره فيه. شاومي 12 برو يوصلني خلال يومين تقريبا، يعني بالشحن خلاص الفاينل الكويت موجود، فاذا وصلني راح اسوي له تجربه، راح احاول اكتب شيء عن هالجهاز، بس والله ما عندي شيء اقوله. يعني اكثر الاشياء قدمت لكم بهالسنابه يعني، بس ممكن احط جدول ومقارنه وكذا ممكن اقدمها. يعني حاليا قاعد اسوي جدول 2022. السنة هذه سنة تقنية نظيفة بفضل الله تعالى، باينة من CES وباينة من التقنيات اللي تم تقديمهم، منافسة بين الشركات. أسعدني جدا تنافس انتل وAMD مؤخرا، أسعدني جدا تواجد حزمة جديدة من اللابتوبات اللي قامت تتنافس على مستوى تغيير التجربة، مثل Dell XPS Pro، مثل ThinkPad Z، ومثل تابلت ASUS المخصص للجيمز. يعني عجبتني السنة هذه وجديدة، فأتمنى أنها تستمر بهذا الشكل. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. شباب السهرين معانا في تجربة لجهاز موتورولا ايدج اكس 30 لشغلة يسمونها بي سي ريدي او ديسبلاي ريدي، يعني انك توصل جهاز تايب سي مع شاشة او لاسلكيا على حسب نوع الشاشة، وتعطيك فكرة الدكس او تعطيك توسع الشاشة على الديسكتوب. فللسهرانين تجربة سريعة. راح تكون الشاشة بهذا الشكل، طبعا الشاشة اللي قدامي 4K، اعطاني ترى ريزولوشن 4K بهذا الشكل كامل. ممكن تتحكم فيه من خلال ماوس بلوتوث، كيبورد بلوتوث، او من خلال جهازك عن طريق الشاشه نفسها تكون ماوس. تطبيقات بهذا الشكل، حجمها اصغر. انا اتاكد لكم من موضوع وضع فولدر. تشغيل فيديو بشكل نوافذ، ديسكتوب كامل، ما في هبل نفس السابق. يعني الديسكتوب هذا التحكم فيه كامل، لان الامر حاليا مدعوم من نظام التشغيل مو من شركه جانبيه. فنظام اندرويد 12 يقبل توسعة الشاشة، يعني الفضل مو الموتورولا هني، إنما أندرويد قدم هذه الميزة اللي كانت موجودة على سامسونج بعدين هواوي، وقدمها بشكل مناسب حاليا. تشغيل تطبيقات السوشيال ميديا يكون بتقريبا كامل الشاشة. خلنا نتأكد لكم عن موضوع النوافذ. أيضا النوافذ يعمل، يعني ما راح يهمل لك الأماكن أو يغيرها. فأيضا وضع إنستغرام كنافذة أيضا ممكن. تعديل أخير، هذا النظام معدل من لينوفو MIUI، اعتذر، معدل من لينوفو، مبني على اندرويد 12 المناسب للبي سي ريدي، فالتعديل من لينوفو. امر اخير اختم فيه، والله مو من باب الفلسفه، من باب نقل معلومه صحيحه. الشركات كثير منها، منهم جي اس ام ارينا مثلا، تقدم ريزولوشن الشاشه العرض ضرب الطول وكانها شاشه تلفاز، وهذا الامر فنيا غير صحيح. الصحيح انه يكون الطول ضرب العرض، يعني الرقم الكبير ضرب الرقم الصغير. يعني مثلا هذا الجهاز اكلمكم منه 2400 ضرب 1080، وليس 1080 ضرب 2400، لان الجهاز اللي اكلمكم منه جهاز بالطول. فالشركات المحترمه اللي تركز على هذا المكان اعرف انها مختصه. يعني مثلا تطبيقات لتبين الانفو او الانفورميشن مالت الاجهزه، لما تحط لي العرض ضرب الطول ما احترمها، لما تحط لي الطول ضرب العرض اعرف انها في دقه هني. فمثلا هذا من التطبيقات المحترمه اللي حق الطول ضرب العرض وليس العرض ضرب الطول. ايضا الصحيح في تسمية المعالج بان المعالج يبتدي من البيج كورز الى السمول كورز، مو يخبصهم لك على بعضهم، فلازم يكتب لك مثلا X2 المعالج الكبير، بعدين يكتب لك A710، بعدين A510، او يكتب لك X1 A75 A55. يعني لازم يقسم من الاعلى الى الاسفل، ما يخبصهم لك على بعضهم نفس بعض المواقع. في تقسيم الكاميرا نفس الشيء، لازم ينحسب الميجا بكسل الكبير اول شيء، بعدين الاقل فالاقل. مو لازم يحسب لي مثلا والله هذه وايد فتكون فوق، والله هذه فوكس فتكون تحت، مو صحيح. ينحسب من الاعلى ميجا بكسل الى الاقل ميجا بكسل في السبيكس او المواصفات. مبني من اي شركه، مبني باي طريقه. في البناء طبعا الارم والمعماريات مهمه. بعدين الترتيب بالسبيكس، اذا فرضنا انك راوية فالسي بي يو اول شيء، ممكن نحط الكاش ميموري للسي بي يو لان من النقاط المهمه اللي تقارن فيها. بعدين جرافيكس كارد مهم،
بعدين رام، بعدين ذاكرة داخلية، بعدين الشاشة، بعدين باقي الأمور. ولكن البطارية والنتورك تكون أمور ثانوية بعد هذه الأمور، حتى لو كانت أولوية بالنسبة لك، لكنها ما تحكم قوة وأداء الجهاز العام. أيضا في أمور ثانوية، يعني ما يكفي أن الجهاز يكون UFS 3.1 من أي شركة وكم سرعة الريد والرايت، ما يكفي أن الجهاز يكون LPDDR5 من أي شركة وكم سرعة الريد والرايت والراندوم ريد والراندوم رايت. يعني حتى القطع هذه ما يكفي كتابة الاسم عليها، من شركة لشركة تفرق السرعات. أيضا عندك قطع أداءها مؤقت، يعني مثلا BOE، ما بي مرة ما فيني شد أسمع كلام ومدح البي او اي، ماشي؟ يعني بي او اي شركة صينية، الستاندر مالها غير متوسط، بس ما بيضيع وقتكم هنا. بي او اي شركة تقدم شاشات، يعني المتنافس في الشاشات سامسونج رقم واحد باكتساح ثلثين السوق أو أكثر، بي او اي وال جي وسوني وغيره. سوني ما عندها شيء ملفت ترى، بدأت تاخذ من بي او اي مؤخرا، بدأت تاخذ من ال جي، أكثر شاشاتها من ال جي. فلو فرضنا أن هذه الشاشة بي او اي وانت قارنت عنده أول تشغيل ما بين الاثنين وعجبك بي او اي على حساب سامسونج أو ال جي، ترى ثبات التجربة مو واحد، يعني بعد مدة يروح لونها للأصفر خلال 3 شهور تقريبا صوفر الشاشة، يعني هذا أداء مؤقت أو أسميها خضراء الدمن مثلا. أيضا مصنعية الجهاز، يعني الجهاز يقولك والله مصنوع من خليط من البلاستيك، أوكي ترى ما في مشكلة إن الجهاز خليط من البلاستيك، هذه الأمور تخفف الجهاز. أغلب الناس تستخدم كفر، قليل من الناس تستخدم الجهاز بشكل مباشر. إذا كنت تستخدم الجهاز بشكل مباشر فأبحث عن مثلا فيكتوس غوريلا جلاس، لا تبحث عن غوريلا جلاس 5، فأبحث عن جلاس مقاوم لش أعلى، وهذا الأمر راح يزيد وزن الجهاز ترى. يعني كل ما كان الزجاج قوي ومتماسك يزيد وزن الجهاز. أمر نهائي، من الطبيعي جدا أن سنة 2022 يكون عندك شحن 240 واط لأن في USB 4.0، فلو واحدة من الشركات اعتمدت هذا الشاحن 240 عادي. طبعا ما راح السلك القديم تبعك ما يشحن ترى، لأن الشواحن القديمة كانت على 100 واط، حتى لو كانت باور ديليفري كانت على 100 واط باستثناء 3.1. فالشواحن اللي راح اللي جاية الحين أعطيك شواحن عادية، العادي 15 27 واط، 45 واط، 87 واط، 100 واط، هذا عادي. طبعا 120 ما يعتبر ستاندر، 86 مال موتو ما يعتبر ستاندر. في عندنا أرقام ستاندر، في أرقام غير ستاندر. الحين راح أعطيك أرقام راح تسمع عنها 2022. لو جت شركة واعتمدت USB 4.0 فعادي جدا تلقى الشاحن إذا كان يعتمد على Power Delivery 3.1 يقبل التالي: 140 واط أو 180 واط أو 240 واط عادي. وإذا كانت البطارية جرافين أو ليثيوم أيون معالجة بالجرافين فعادي، حتى نزيف البطارية راح يكون قليل مو اللي ببالك. طبعا على الليثيوم أيون النزيف عالي لشحن عالي يساوي صرف عالي، لكن إذا كانت معالجة بالجرافين أو جرافين 100% الأمر مختلف. والله عندي الكثير بقول لكم في المواصفات، لكن والله الصداع قاعد يزيد علي. خلاص أكمل إن شاء الله غدا، أجهز لكم الجدول وانشره وبالتدريج يعني العمل شوي شوي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمرة الأخيرة خلاص.